الأمازون 5 ملايين كيلومتر مربع من الأدغال تخفي أسرار ماضيها الغامض. قام هذا المكان دوماً بدحض الدخلاء منذ عدة قرون. شق المستكشفون والمغامرون طريقهم في هذه البرية بحثاً عن المدن المفقودة، مدن الثروات الأسطورية. لكن ما كانوا يجهلونه هو أن هذه الثروات كانت تحت أقدامهم تماماً، تحرر أضخم غابة استوائية في العالم قبضتها ببطء عن أسرار ماضيها. في كل عام يلاحق علماء الآثار دلائل جديدة تقودهم إلى الكنوز تحت أفق السماء. بدأنا بالحصول على معلومات من جميع أنحاء الأمكنة التي كنا نجهلها تماماً. إنهم يستكشفون حضارة قديمة ضخمة، حضارة كانت معقدة ومنظمة وقوية. لم يعد من المستحيل إثبات أن أساطير المدن المفقودة صحيحة. في القرن الماضي قاد الفاتح الإسباني فرانسيسكو دي أوريانا رحلة استكشافية إلى الأمازون بحثاً عن الحضارة المفقودة إلدورادو. كان يملأني كل ذلك التفاؤل بشأن الأمازون، حيث إذا توغلت في أعماق الغابة فستتم مكافأتك بنوع من الموارد الوفيرة، وقد تكون من الياقوت والزمرد أو قد تكون مدينة من الذهب. بدأت البعثة منذ 8 أشهر، مات نصف الطاقم الأساسي، وكان النصف الآخر يتضور جوعاً ويموت من الأمراض. تطوع القائد أوريانا لقيادة فريق للبحث عن الطعام أسفل مجرى النهر. استقل القارب الوحيد ما يقارب 60 مستكشفاً وبعض العبيد، تاركين ما تبقى منهم وحيدين وضائعين في الغابة. بعد عبور 900 متر في 14 يوماً وجد فريق أوريانا الطعام أخيراً. عندئذ كانوا ضعيفين للغاية للعودة إلى مقرهم، وقرر أوريانا اللحاق بمجرى النهر. كان يتوقع الوصول إلى المحيط الأطلسي في النهاية. لم يعرف قائد البعثة أن المحيط لا يزال على بعد 5000 كيلومتر. بعد رحلة غير متوقعة صرح أوريانا بأنه قام بأحد أهم الاستكشافات في التاريخ. كان الأمازون يعج بالحضارات رفيعة الثقافة، يعيش سكانها في مدن كبيرة يروضون الغابة وكأنها مزرعة. يبدو الأمازون اليوم من الجو وكأنه يشبه المزرعة. حجم سهول هذه الغابة الفيضانية يماثل حجم الولايات المتحدة الأمريكية. تحمل أنهارها 5 المياه العذبة في العالم، وهي موطن لأكثر من 1/3 أنواع الكائنات الحية المعروفة على الأرض. لكن لا يوجد أي دليل مرئي من المزارع السابقة يثبت وجود حياة فيها، وهذا منطقي، ففي الأمازون تكثر الفيضانات وتقل التربة الكافية، فالتربة التي لا تستطيع تأمين محاصيل وفيرة ليست تربة. 80% من التربة التي تغطي غابة الأمازون فقيرة التغذية، وهكذا ساد الاعتقاد بأنه لا يمكن أن يتواجد مجتمع قائم على الزراعة، فالزراعة غير ممكنة، فلن تدوم فترة طويلة ولن تنتج محصولاً وفيراً. ولكن في العقود الأخيرة كشف العلماء عن أدلة قلبت تلك الاعتقادات رأساً على عقب. أجزاء من حل هذا اللغز قدمتها رحلة أوريانا وما ادعى بأنه شهد عليه. كتب الراهب الدومينيكي كاسبر دو كارفاخال مذكراته بينما كان الناجون ينجرفون عبر الأمازون، وهذه المذكرات هي الدليل الوحيد الموثق لهذه الرحلة. في عام 1542 سمع رفاقنا أصوات الطبول الهندية،
أصدر القائد أوريانا قراراً بتجهيز البنادق والأقواس النشابة. ادعى كارفخال بأنهم واجهوا جيوشاً عملاقة في عدة معارك. ظهر الهنود من العدم، أكثر من 500,000 مسلح، كانوا أقوياء وبدأوا بتحدينا. كانت لديهم الأفضلية من حيث العدد فشكلوا جداراً، لكن أسلحتنا النارية أحدثت ضرراً كبيراً بهم. بثلاث بنادق وخمسة أقواس فقط نجا المستكشفون من هجمات لا تحصى. لم تكن المعارك بمثابة مفاجأة للعلماء الذين قرأوا هذه المذكرات، إلا أن حجم جيوش القبيلة كان غير قابل للتصديق. كانت مذكرات الراهب كارفخال بمثابة المكافأة لمختلف العلماء لمختلف الأسباب، لكن الأمر الذي كان يصعب على الناس تصديقه هو وجود أعداد كبيرة من السكان عاشت حول نهر الأمازون. اعتقد الكثيرون بأن المذكرات مزيفة وكتبت فقط لإنقاذ حياة القائد أوريانا. عندما عاد القائد أخيراً إلى إسبانيا بعد عامين، اكتشف بأن بعضاً ممن شاركوا في البعثة قد نجوا. دار جدل كبير حول إمكانية مبالغة الراهب في عدد المحاربين الذين واجهوهم لكي يبدو أكثر شجاعة، لكن تقرير بطولاتهم لم يخدم قضيتهم، ولقد تم اتهام القائد أوريانا بالتمرد، واعتبرت مذكرات الراهب كارفخال مجرد أكذوبة ولم يتم نشرها لثلاثمائة سنة. عندما تم نشرها أخيراً، كانت غابة الأمازون تعتبر غير قابلة للسكن إلا من قبل قبائل صغيرة من النوماديك. لمدة طويلة لم يتمكن علماء الآثار من تخيل أن أعداداً هائلة من السكان استوطنت الأمازون. عندما باشرنا بجمع البيانات كان عدد السكان قليلاً، وكان من الصعب جداً تخيل أنه من الممكن أن تحتوي هذه الغابة على مجموعات سكانية كبيرة. عاد بعض علماء الآثار لإلقاء نظرة على مذكرات كارفخال، ووجدوا دليلاً خاصاً أيد الكثير من ادعاءات الراهب. كان إدواردو نيفيس أحد هؤلاء العلماء الرائدين، وركز جهوده حول مدينة مانوس عاصمة ولاية الأمازون الشاسعة. العمل في مشروع الأمازون المركزي بقيادة إدواردو نيفيس كان محورياً في تغيير معرفتنا حول الأمازون. عندما زار الدكتور نيفيس هذا البستان وجد آثاراً تعود لحضارة قديمة مبعثرة في كل أنحاء الأرض. إن نظرتم حولكم هنا سترون كل شظايا الآنية هذه منتشرة على سطح الموقع، إن كميتها مذهلة للغاية. لا تبدو هذه القطع الخزفية قيمة، لكن بالنسبة لخبير إنها رسائل بليغة أرسلت من الماضي. مرحبا سيلفيا، هل تحملين أي أخبار؟ عليك رؤية ما قمنا باكتشافه اليوم. بقايا الجدار الكبير، إنه مذهل. قدمت هذه القطعة الخزفية الكثير من الدلائل حول لغز من عاش هنا ومتى. يخبرنا العمل الذي قمنا بإنجازه أن هذا المكان كان مأهولاً لفترة متقطعة منذ أكثر من 1500 سنة، منذ ميلاد المسيح وحتى قدوم الأوروبيين إلى هنا في أوائل القرن السادس عشر. جاء أوريانا عام 1542، كانت هذه القرية موطناً لحوالي 1000 شخص، وهي مجرد واحدة من مئات القرى القديمة التي لم يتم اكتشافها في المنطقة. يمكنني إنفاق ما تبقى من حياتي في التنقيب في هذا الموقع، إنه موقع بمساحة 40 هكتاراً، لدينا بالفعل أكثر من 100 موقع في هذه المنطقة. الأدلة التي جمعها نيفيس دعمت مذكرات كارفخال حول وجود أعداد كبيرة من السكان هنا، لكن العلم التقليدي يدعي بأن الغابة لا تحتمل أعداداً كهذه لأنه لم يكن هنالك ما يكفي من الطعام. لكن الاكتشاف التالي لإدواردو نيفيس أثبت أن هذه النظرية خاطئة وغير منظورنا عن غابة الأمازون للأبد.
بينما يتابع رجال القائد أوريانا طريقهم إلى أسفل مجرى النهر، كانوا على وشك الموت جوعاً، ولكن ذلك ليس بسبب عدم توفر الطعام. لم يكونوا يعلمون كيفية التعامل مع المناطق الحرجية، لم يتقنوا التنقل عبر هذه الأنهار، ولم يكونوا يعرفون كيفية العثور على الطعام، لم يكونوا موهوبين في الحصول على المساعدة، ربما لأنهم لم يعلموا كيف يتعاملون بطرق سياسية مقبولة هنا. اضطر الإسبان للاعتماد على كرم ضيافة السكان المحليين. طلب القائد أوريانا من جميع حكام القبائل القدوم إليه، وفي اليوم التالي قدموا محملين بالطعام. عندما أصبح سكان الأمازون الأصليون أقل رغبة بتقديم الطعام، أخذه الغرباء منهم بالقوة. قام الغزاة بالقتال بطريقة أجبرت الهنود على المغادرة، وهكذا وقعت القرية بين أيدينا مع الطعام الذي كانت تحتويه. ساعدت هذه الغارة الإسبان في التغلب على المجاعة، ولكنها زادت التوتر في كل قرية على طريقهم إلى أسفل مجرى النهر. وبعدها كتب الراهب كارفخال عن جيوش أكبر، وكتب عن مدن كبيرة نسبياً ومكتظة بالسكان. يستهلك التعداد السكاني الكثير من الطعام، ذلك أشبه بالخيال بالنسبة للعلماء. لم تكن التربة خصبة، فكيف قام القدماء بحصد المحاصيل الوافرة منها؟ لم يكن ذلك معقولاً، حتى تم الكشف عن اكتشاف ضخم أثبت أن هنود الأمازون اكتشفوا حلاً مبتكراً للغاية، كانوا يصنعون تربتهم الخاصة. التربة التي اكتشفناها هنا أفضل من التربة الموجودة في الأمازون، والسبب الذي يكمن وراء خصوبة هذه التربة هو أن البشر هم من صنعوها. تحت هذه التربة الخصبة هناك طبقة رقيقة منبسطة من التربة السوداء الخصبة تغطي الموقع بأكمله، تسمى تيرا بريتا، ولا يوجد مثيل لها في جميع أنحاء العالم. جمع صانعوها بين تربة الأمازون غير الخصبة وأطنان من شظايا الأوعية وعظام الأسماك وكمية مناسبة من الفحم. يمكنكم تخيل أخذ حزمة من الكربون وهرسها مع مواد عضوية مختلفة ونصنع مزيجاً من الستيرويد. هذه هي التيرا بريتا. لقرون استخدم المزارعون من جميع أنحاء العالم حرق الأرض لتجديد التربة، ولكن يبدو أن شعب الأمازون استخدم طريقة مغايرة، الحرق الجزئي، مما يشكل الفحم بدلاً من الرماد، مما ينتج تربة تعتبر الأكثر استقراراً وخصوبة على سطح الكوكب. تيرا بريتا غنية بمغذيات غير قابلة للقياس ببعض المقاييس التي لا تستطيع قياسها. بعد آلاف السنين تستمر التربة السوداء بإنتاج أشجار الفاكهة التي تحصد ثلاث مرات سنوياً. تربة تيرا بريتا هي السر الكامن وراء الحياة في الأمازون. وبعد أن فهموا هذا الأمر وما تعنيه تربة تيرا بريتا وانتشارها في جميع أنحاء المكان، أصبحنا قادرين على فهم أن الشعب كان يعيش في مزارع مستقرة ودائمة الخضرة، وقاموا بإعالة أنفسهم دون الحاجة إلى قطع أشجار الغابة. أدرك العلماء الآن ماهية هذه المكونات، لكن لم تنجح محاولات إنتاج هذه التربة المتميزة ولا حتى محاولات الهنود المعاصرين. إنها نوع من الأحاجي، وهي أحجية يحاول العلماء حلها في آخر 15 عاماً، وتم إجراء العديد من التجارب في مختلف البقاع من الأمازون لإعادة إنتاج تربة تيرا بريتا، ولكن لا زال هنالك شيء مفقود. تخفي التربة سراً آخر، الحوافظ الطبيعية. عندما قام القدماء بدفن موتاهم صانت الأرض بقاياهم. تسرع رطوبة الغابة عادة من عملية تفسخ الجثث، كل منها يبلغ عمرها حوالي 1000 سنة. معدلات الحموضة حيادية نوعاً ما،
التربة السوداء عادة ما تكون محايدة على معدل الحموضة، ويساهم ذلك بخلق بيئة أكثر استقراراً، بيئة غير حمضية ومناسبة لحفظ هذه البقايا. يدور الجدال حول علم آثار شعب الأمازون وكيفية تمكن البيئة من إعالة الشعوب. ما اكتشفناه الآن عند النظر إلى 25 جثة المستخرجة يبدون كأفراد أصحاء، لا يوجد دلائل لتعرضهم للأذى، وكانت أسنانهم بحالة جيدة. تخبرنا الأدلة المتعلقة بنوعية حياتهم وصحتهم أنهم كانوا يعيشون حياة جيدة. كشفت الهياكل العظمية أنهم عاشوا جيداً، وأظهر اكتشاف آخر معلومات أكثر عن نمط حياتهم. انظروا لهذا كم هو رائع، أترونه؟ ما نراه أمامنا هو نموذج ماركابورو. تمكن الفريق من إعادة بناء الأواني بواسطة هذه الشظايا، أعادوا لها جمالها السابق. إن نظرتم إلى هذه الفخارة ستجدون أنها عمل فني معقد. يمكننا إدراك أن من قام ببنائها دون جهد أو صعوبة أو خطأ أنه أمضى وقتاً طويلاً وبذل جهداً كبيراً. كان الاعتقاد السائد أن الحياة في الأمازون كانت قاسية، ولم يكن من السهل العثور على الطعام، فكيف يجدون الوقت لصنع هذه الأواني الجميلة؟ كان عليهم إيجاد طريقة لمساعدة الغابة في إنتاج المواد الغذائية الضرورية ليتمكنوا من ممارسة الفن. وجد بعضها حول دلتا نهر الأمازون، وهي مذهلة على جميع المقاييس. عام 1542 وصف الراهب كارفخال أوان من الفخار. كان يوجد عدد كبير من الأواني والأباريق الفخارية، أفضل ما رأيته في العالم، حتى الفخار فيما ألقى لا يضاهيه جمالاً. ولكن ماذا عن أمل إيجاد المزيد من الكنوز في الجزء الداخلي الفسيح من الأمازون؟ لم يجد الغزاة مدينة الذهب التي كانوا يبحثون عنها، ولكن شائعة وجود هذه المدينة استمرت حتى القرن العشرين، ملهمة كولونيلاً بريطانياً بإطلاق بعثة استكشاف إلى قلب المناطق المجهولة في الأمازون. كان هذا المستكشف المتحمس مصمماً على إيجاد المدينة القديمة بشكل نهائي. قاد الكولونيل فاوسيت بعثة إلى الأمازون عام 1925 لإيجاد ما يسميه مدينة زي المفقودة. كان بيرسي فاوسيت شخصية هامة، اعتقد الكثير من الناس أنه مجنون. لا أعتقد أنه كان مجنونا، لكنني أعتقد أنه كان غير تقليدي. تخيل أن زي تشبه أتلانتس، مدينة حجرية عظيمة تسببت الزلازل بتدميرها. قام ببناء مساره السري من مصادر غريبة، من ضمنها كانت مسلة حجرية منقوشة ووسيطا روحيا. من المؤكد أن بقايا هذه المدينة القديمة المذهلة، وهي أقدم من مدن مصر، موجودة في العمق البعيد. كان مقتنعا بأن زي تقع في المناطق غير المكتشفة جنوب الأمازون المسماة بماتو غروسو. لتجنب ظهورهم كمعتدين، سافر الكولونيل برفقة مجموعة صغيرة مؤلفة من ابنه جاك وصديق ابنه رالي ريميل. لحسن حظ جاك، صادفنا اليوم أول الهنود الهمجيين هنا، برابرة عراة من شينغهو. في البداية كانت الدلائل ضعيفة على رؤية القائد أوريانا لحضارة قديمة، ولكن مع تقدم البعثة إلى أعماق الغابة التقى فاوسيت قبائل خلفت انطباعاً قوياً لديه. قام بالأمور بشكل صحيح، فعل ما نفعله نحن وبنفس الطريقة، أخذ بنصيحة الأناس الذين التقى بهم في طريقه وجمع معلومات عن التاريخ المحلي، ومنها حصلنا على المعلومات. كل هذه المنطقة مفعمة بالتقاليد الهندية المثيرة للاهتمام، والتي توحي بوجود مسبق لحضارة عظيمة عاشت هنا. هل كانت هذه حضارة عريقة كتلك التي تحدث عنها أوريانا عام 1542؟ يشاع بأن قبيلة الكيكورو هي آخر القبائل التي تمت رؤيتها على قيد الحياة،
إنها أكبر قبيلة من المجموعة الوثنية المعروفة بشانغوانو. منتزه شينغهو المحلي هو آخر معلم للحضارات التقليدية كحضارة الكيكورو. مساحة هذه المحمية 26,000 كيلومتر، وهي موطن لأربعة آلاف هندي من 16 قبيلة مختلفة. العيش هنا بمعزل عن مؤثرات الغرب ساعد السكان بالحفاظ على أراضيهم وتقاليد أسلافهم القديمة. زعيم القبيلة أفوكاكا يشرح ما تعرفه القبيلة عن الكولونيل البريطاني الطويل بيرسي فاوسيت. في قديم الزمان كان هناك مجموعة من الرجال ذوي البشرة البيضاء، كانوا 5 أو 6، وكان يقودهم كولونيل. هرب الجميع إلى أعماق الغابة عندما ظهر الرجال بيض البشرة، ولكن كانت كلمات الكولونيل ودودة جداً، وأتى حاملاً الهدايا على عكس أسلافه الذين سبقوه، الذين أتوا قبله بغرض القتل فقط. أتى الكولونيل مسالماً وأعطى الهدايا للكالابالوس. هذا هو المكان الوحيد تقريباً في الأمازون وفي الأمريكيتين الذي يظهر التواصل بين التاريخ الكولومبي أو ما قبل التاريخ ومجتمعاتنا الحالية. اكتشف هيكنبرجر أنه سيتعلم الكثير حول تاريخ المنطقة عبر الاستماع إلى الكيكورو. يخبرنا زعيم القبيلة أفوكاكا بقصة الكيكورو الأساسية بناءً على روايات الأجداد. كانت هناك وورا وكاريب وأيضاً مهاناكو، 3 أمم انقسمت لتخلقنا، لذلك نحن جميعاً مترابطون كما يمتد نهر كولوين في هذه الأراضي. قد يكون فاوسيت سمع هذه الروايات نفسها عام 1925 وأخذها على محمل الجد في بحثه عن مدينة زي. المدينة كانت مليئة بأبنية صخرية منخفضة والكثير من الشوارع، وكانت تحتوي أيضاً على أبنية عالية ومعبد كبير. جاء الكولونيل بيرسي فاوسيت إلى شينغو للبحث عن شيء محدد للغاية: المدن الأوروبية، آثار صخرية، معابد، وما يعتاد الناس على رؤيته عند التفكير بالحضارات القديمة. رغم أن نظرة فاوسيت للمدينة مضللة وربما مليئة بالوهم، لكنه كان فعالاً. لقد قدم لنا خدمة بإصراره على المتابعة في بحثه عن هذه الأسطورة، وأعتقد أن من فعل ذلك ساعدنا في إعادة التفكير ملياً حول العثور على أشياء قيمة في أعماق الأمازون، وقمنا بذلك. كان مقتنعاً بالفعل أنه سيجد المدينة الضائعة في الأمازون، ولقد انتهى به المطاف بموقع قريب جداً من حيث وجدنا شبكة المدن تلك التي عثر عليها هيكنبرجر وفريقه. كانت مدينة زي أقرب بكثيراً مما اعتقد بيرسي فاوسيت. في عام 1993 اكتشف مايكل هيكنبرجر وفريقه اكتشافاً استثنائياً. قادهم زعيم القبيلة إلى مكان مميز، متاهة من الخنادق، وقال أنه تم بناؤها على أيدي حضارات قديمة. بعد القيام بقليل من البحث، اتفق عالم الآثار مع زعيم القرية على أن هذه الأبنية ذات التصاميم المتميزة من صنع البشر. ولكن لماذا تم بناؤها؟ أحد الفروق الأساسية بين المجتمعات المعاصرة والمجتمعات قبل التاريخ هو أن المجتمعات القديمة بنت جدراناً حول مستوطناتهم. هذا جزء من إحدى تلك الجدران. كان ذلك أول دليل وجده هيكنبرجر مع فريقه يؤكد وجود مستوطنة تاريخية هنا، وسيصبح ذلك خارطة طريق لاكتشافات مستقبلية. عند تنقيبنا عن الآثار صادفنا أحد الخنادق، وكانوا قد قاموا بوضع جذوع أشجار كبيرة أسفل الخندق لتشكيل جدار خشبي. لم نكن نعلم الطول الحقيقي للجدار، لقد كان جداراً ضخماً. تخيلوا جداراً يمتد لمسافة 1.5 كيلومتر حول الأقسام المركزية من المستوطنة. كان حجم المستوطنة أكبر ب15 مرة من قرية كيكورو المعاصرة.
تعتبر قرية كيكورو أكبر قرية بين قرى شعوب شينغوانو المعاصرة. إنها قرية كبيرة في النظام المعاصر، وكانت قرية صغيرة في الفترات الكولومبية قبل التاريخ. في القرن السادس عشر تحدث الراهب كارفخال عن مستوطنات محاطة بجدران عالية. هذه القرية محصنة بجدار مصنوع من الأخشاب القوية. لهذه الجدران عمل آخر لا يقتصر على التحصين. لدينا معرفة في هذا الجزء من الأمازون عن حدوث معارك بين مجموعات أهلية مختلفة، ومن هنا تتوضح وظيفة الجدران. ولكن بدا أيضاً أن هذه الهياكل الضخمة كانت في الواقع طريقة شعب الشينغوانو في تفرقة مجتمعاتهم بعضها عن بعض. العثور على خنادق دفاعية في الأمازون إنه أمر مهم، لأنه عندما يستقر الناس في بقعة معينة ويبنون الخنادق فإنهم يستثمرون بنيتها التحتية ويستثمرون كينونة سياسية لهويتهم. إن هذا مذهل. هذه ليست معتقدات رحل في أنحاء المكان، إنها راسخة. كان هذا معتقد الكولونيل بيرسي فاوسيت. استمر بشق طريقه عبر هذه الغابة الكثيفة في مهمة البحث عن حضارة متماسكة وقوية. لا يزال الطريق الذي سلكه مجهولاً، أبقاه الكولونيل سراً لإبقاء المتطفلين بعيداً. إن علقنا هنا لا أريد أن تأتي فرق إنقاذ لإنقاذنا، إن ذلك خطير. تكلمت التقارير التي كتبها فاوسيت عن بعثة سارت بشكل خاطئ. كانت حيواناتهم تتضور جوعاً، وقد غادرهم المرشدون البرازيليون والعتالون، وأصبح رالي ريميل مقعداً بسبب لدغ الحشرات. استمر الفريق الضعيف بشق طريقه. يقودهم هوس الكولونيل بالعثور على مدينة صخرية قديمة، ولكن ذلك كان الخطأ في فكر فاوسيت، لأنه لا توجد صخور هنا. وجب على الحضارات العمل بما توفر لديها من مواد، وفي هذا الجزء من العالم في الأمازون الصخور والتي يمكن أن تشيد منها أبنية نادرة نسبياً، وهكذا لم يكن ليصنع الناس مبانيهم من الصخر. جاء بيرسي فاوسيت إلى الأمازون للبحث عن مباني صخرية ومعابد صخرية وشوارع مرصوفة بالحصى، نظام كتابة أبجدي لم يتوقع وجود أنواع حضارية أخرى. كان مايكل هيكنبرجر مقتنعاً بأنه سيعثر على حضارة ضائعة هنا في موطن شعب الكيكورو، ولكن يتوجب عليه النظر بشكل مختلف. بدأ برسم خريطة للمدينة القديمة الأكبر. بالتعاون مع السكان المحليين عثر على بقايا بيوت تم بناؤها بطريقة مشابهة لطراز بناء البيوت المعاصرة. هناك ساحة مركزية محاطة ببيوت للسكان مع مقبرة في المنتصف، ولديهم طرق رئيسية معبدة تقود إلى داخل القرية وتتجه دوماً باتجاه شرق أو غرب المستوطنة. هذه الطريق التي تعتبر المعبر الرئيسي إلى داخل القرية لا تقود لمكان محدد، ولكن إن قمتم باللحاق بها فإنها تربط القرية مع القرى الأخرى. في حقبة الكولومبيين منذ 500 سنة تواجدت هنا المزيد من القرى. إن ابتعدتم مسافة 3 أو 4 كيلومترات خارج المستوطنة فستصطدمون بمستوطنة أخرى. وسرعان ما بدأ برؤية نمط مذهل. حضارة فسيحة ومترابطة تواجدت هنا لعقود. في علم الآثار اعتدنا البحث عن نقطة المركز الكبيرة مع هرم في المنتصف، ومن ثم مدن صغيرة منتشرة في الضواحي، ولكن ما وجده هيكنبرجر وفريقه كان عبارة عن مجموعة مدن أصغر متصلة ببعضها، شبكة من المدن تقريباً. وجدنا أنها متناسقة، جميعها مترابطة، ويمتد نمط البناء هذا حول حوض شينغوانو العلوية. يشابه نمط مدن كيكورو القديمة أو مستوطناتهم المعقدة نمط البناء في لوس أنجلوس أكثر من نيويورك، ففي نيويورك هناك مركز محدد وهو عمودية التوجه، لكن في لوس أنجلوس يصعب معرفة المركز، يبدو أنه موزع. إنها أشبه بعدة مجتمعات ذات مراكز متعددة. كان نمط بناء المستوطنات في كوكورو مشابهاً لهذا.
يرينا هيكنبرجر طريقة مغايرة للنظر إلى المدينة، طريقة أخرى للتفكير بالسكان وكيف يمكن أن يزداد عددهم دون استهلاك جميع الموارد في بقع معينة. يتوجب علينا أحياناً التفكير بالأسئلة الأساسية وتقليبها في عقلنا، وربما النظر إلى الأدلة بمنظور مختلف. رفض العلماء لأعوام روايات المدن القديمة واستبدلوها بنظرية أن الغابة كانت مأهولة من قبل مجموعات صيد صغيرة، ولكن الدليل الذي يدحض هذه النظرية أصبح قوياً جداً الآن. المستوطنات الكبيرة مترابطة مع بعضها بطرق رئيسية، الفن الاستثنائي والأراضي الخصبة كلها تؤول إلى اعتقاد واحد، تعداد سكاني كبير كما وصفه كارفخال. الأمازون كانت مأهولة من قبل أناس قاموا بتشكيل حضارة ضخمة ومعقدة. عدم فهمنا الكامل لمنطقة الأمازون يعود إلى أسباب كثيرة، وأهم هذه الأسباب هو أن الناس قاموا بتحويل هذه الأراضي لآلاف السنين، وهكذا كان لدينا تاريخ يقوم بالتقليل من الإنجازات للسكان الأصليين في أمريكا، والآن لدينا أدلة واضحة للكف عن القيام بذلك. كانوا مهندسين، كانوا علماء مياه، كانوا علماء بيئة، كانوا علماء نبات. كان هناك فهم عميق وهائل لكيفية ترابط هذه الأنظمة المختلفة مع بعضها. بعد هذه الاكتشافات توجب على العلماء القبول بأن التعداد السكاني للسكان الأصليين قبل مجيء الأوروبيين كان يفوق مليون، ولكن حتى هذا الرقم تتم مراجعته الآن. بالاستفادة من تقنيات رسم الخرائط والتنقيب النشط، يدعي الكثير من العلماء الآن بأن التعداد السكاني قبل الاستعمار كان يفوق 10 ملايين، أكبر من التعداد السكاني في إسبانيا والبرتغال آنذاك، وأن الحضارة كانت مبتكرة أكثر مما تخيلوه. اليوم تعداد سكان الهنود الحمر يعادل ربع ما كانوا عليه مسبقاً قبل قدوم الأوروبيين. ماذا حصل لهم؟ لقد أصابهم أحد أشد أنواع الوباء فتكاً في التاريخ. أحضر الأوروبيون هذا الوباء فقاموا بالقضاء فعلياً على هذه الحضارة المذهلة. اختفوا بسبب الوباء ولم تكن لديهم مناعة ضد الإنفلونزا ومرض الجدري، وجاءت معظم الأمراض من أوروبا عبر البرتغاليين الذين قدموا إلى هنا. قتلت أمراض كهذه 95% من التعداد السكاني المحلي، وتم ذبح الكثيرين بسبب رفضهم للعبودية أو رفضهم التحول إلى الدين المسيحي، وأجبرت القلة التي بقيت على قيد الحياة على حياة شبه متنقلة. سرعان ما استعادت الغابة هذه القرى المهجورة التي كانت تعج بالسكان. عندما قدم فاوست إلى هنا لم يكن قد تبقى شيء من المدن الهندية القديمة. تنقل من قرية إلى قرية، ومن ثم توجه إلى أعماق الغابة. لم نكن نعلم بالضبط إلى أين كان يريد الذهاب، لقد اختفى هكذا تماماً. ربما ضل طريقه أو ربما قتل، ومن الممكن أن يكون قد أصابه أي شيء. لا نعلم ما حدث له. تظهر كلمات فاوست الأخيرة في رسالة أرسلها إلى زوجته: أتوقع الوصول إلى الهدف الرئيسي في أغسطس، ولا تخافوا من أي فشل. اختفى فاوست مع فريقه ولم يرهم أحد مجدداً. لن نجد أبداً المدن الحجرية في الأمازون، ولكن إن فتحنا عقولنا ومخيلاتنا وتخيلنا هذه المجتمعات كبيرة قبل حدوث النقص السكاني، قبل حدوث الدمار الذي تسبب به الاستعمار الأوروبي، ربما هذه هي مدينة زيد ضائعة. منذ اكتشافات هيكنبرجر ونيفيس كشفت أبحاث جديدة عن حقائق أكثر استثنائية
تظهر مدناً ضائعة في جميع أنحاء الأمازون حالياً في ولاية آكري الواقعة غرب البرازيل قرب حدود البيرو. تم الكشف عن مجسمات هندسية محيرة في عام 1980، ويتم العثور على المزيد من هذه التصاميم المنتظمة كل عام. لدينا هذه الأشكال الهندسية المعقدة التي تعتبر مربعات مثالية ودوائر مثالية ومربعات ذات دوائر مدمجة فيها، ولا نفهم حقاً لماذا يجب أن تكون مثالية. ربما كان لديهم جانب رمزي حيالها. تشير هذه الأشكال المتناسقة إلى نظام قياس متقدم تم العثور على أكثر من 5000 مجسم، ولكنها لا تزال البداية فقط. تقوم تقنيات رسم الخرائط الحديثة بمسح أجزاء الأمازون التي تعجز العين المجردة عن رؤيتها. يطلق عليها اسم لايدار، اكتشاف الضوء وتراوحه. إنه يعمل عبر إطلاق تيارات من النبضات الخفيفة من طائرة نحو الأرض، وتوقيت عودة النبضة عندما يرتد إلى المجس. هذا يعيد رسم الأشكال تحت المظلة، يشبه الرؤية بالأشعة السينية، وتم تطبيقها الآن في الأمازون فقط، وقد يغير ذلك الأمور جذرياً. في كل مرة نستخدم فيها مجموعة جديدة من الأدوات، نحصل على نظرة ثاقبة إلى شيء لم نتصوره في الأمازون. أعتقد أن لايدار هو أحد هذه الأشياء التي ستغير كيفية فهمنا لطبيعة الأرض، لأننا يمكن أن نرى من خلال الأشجار. هذه الأشجار دائماً هي التي تمنعنا من فهم ما يحدث في الأمازون. لكن التقنيات الحديثة لن تستطع استبدال التنقيب على أرض الواقع. ينبثق الآن واحد من أكثر الأبحاث المذهلة من التقليد المقدس عبر الزمن، وهو الحفر في التربة. إنهم علماء أشبه بالمحققين الخبيرين، كما لو أنهم فريق تحقيق بالجريمة. موجود في الميدان، ينظر إلى أصغر أثر موجود، قد يخبرنا بأي شيء عن الماضي. يقوم علماء الآثار مثل الدكتورة آنا بتشكيل طرق جديدة لرؤية الغابة من أصغر الدلائل. ما نتعلمه من خلال النظر المكثف إلى بعض البقايا الصغيرة المجهرية التي لم نكن نعرف أننا يمكن أن ندرسها منذ 20 عاماً، أن الناس كانوا يديرون الغابة بنشاط منذ 5000 أو 6000 عام. بالنظر إلى الغابة المطرية نرى الفوضى. اكتشف علماء النبات الأثريون أن الكثير من الأمازون تم تصميمه من قبل السكان الأوائل. عادة عندما ينظر الناس إلى غابة الأمازون، هذه الغابة البرية، هذه هي الفكرة التي كبرنا عليها. هي في الواقع من صنع الإنسان، أرض من صنع البشر. جميع التكوينات المختلفة للأشجار والشجيرات والنباتات وحتى بعض قنوات النهر الموجودة صنعها البشر. لذا فهي ليست مجرد برية بكر، بل أكثر بكثير، ويمكن تسميتها غابة الحديقة. لم يكن من الممكن الحصول على هذه المحاصيل الضخمة من دون تربة تيرا بريتا الخصبة. درست الدكتورة آنا تاريخ هذه الأرض السوداء التي صنعها الإنسان لسنوات عديدة. بين حوالي 800,000 سنة انتشرت فجأة في كل مكان، انفجرت في جميع أنحاء الأمازون. فجأة يتجمع هذا التركيز من الناس والأشياء والنار، وهكذا تطغى على النظام البيئي، ثم يبدأ النظام البيئي في الانطلاق إلى نمط سلوك آخر. فجأة تتكون لديكم التربة السوداء. والرائع ليس كونهم قادرين على صنع شيء يمكن أن يجعل حدائقهم تنمو بشكل أفضل، ولكن مع مرور الوقت استمرت. في القرن الماضي قام علماء الآثار بالعمل حول هذه المنطقة التي كانت موطناً لهذه التربة السوداء. كانت مئات الآلاف من الكيلومترات من حوض الأمازون مزروعة كانت حديقة خصبة. إن كان استزراع الأمازون بطريقة ناجحة ممكن في الماضي، فربما يمكن استزراعه في المستقبل. لذا ماذا سيعني لو تمكننا من إنتاج ذلك؟ كيف يمكن أن يغير من حياة الناس؟ ماذا لو استطعنا أن نصنع تربة تيرا بريتا؟
ونترك ذلك كورث للأجيال. هذه طريقة للتفكير حول الزراعة المستدامة في الأمازون؟ ربما. ولكن مع ذلك لا زالت غير قادرة على إنتاج هذه التربة، لم يستطع أحد ذلك. إنها معقدة للغاية، إنها رائعة، إنه الشيء الذي لفت انتباهي منذ حوالي 20 عام، وربما لن أتوقف عن طرح الأسئلة حولها إلى أن أموت. كشف البحث عن ثروات الأمازون عن نوع مختلف من الكنوز، مورد يمكن تحويله إلى حل عالمي للزراعة. وهذه هي قصة الأمازون، مكان أعطى دائماً هدايا جوهرية للعالم، من استقرار مناخ الأرض إلى الأكسجين الذي نتنفسه. إنها غابة كبيرة بحق، وكلما عبثنا بها أكثر وقطعنا أشجارها، كلما قلت قدرتها على منح خدماتها إلى الكوكب. والآن بعد أن تعرفنا على الأشخاص القدماء الذين لم يسكنوا المكان فحسب بل أنشأوه، كان من المستحيل أن تكون قيمة المعرفة المحلية أكثر وضوحاً. ولكن يبدو أن العالم في خطر فقدان ورثة هذه التقاليد مجتمعة. إزالة الغابات يتم بمعدل إزالة مساحة بحجم ملعب كرة قدم كل 30 ثانية، بالإضافة إلى الجفاف الشديد الذي أدى إلى ارتفاع في حرائق الغابات. كان عام 2017 عاماً قياسياً لحرائق الغابات في البرازيل. حتى في الأراضي المحمية في شينغوا تم تدمير جزء كبير من الغابة بالنيران، ومعظم الأنهار ملوثة. لا يزال مصير القبائل مثل كيكورو معلقاً دون حسم. شعبنا ماذا يمكن أن يحصل له؟ ماذا سيحدث للأجيال القادمة؟ هذا هو المصدر الرئيسي لقلقنا، ولهذا طلبنا منكم القدوم. هذا يكسر قلبي حقاً عندما أفكر أن هناك أناساً يفضلون استغلال هذا المكان بدلاً من الحفاظ عليه. هناك الكثير مما يمكننا تعلمه من دراسة ماضي وحاضر الأمازون، وأعتقد أن هناك ما يمكن أن يقدمه لنا. مدن الثروات موجودة هنا، وقد كانت هنا طوال الوقت. نحن بحاجة فقط إلى معرفة كيفية البحث عنها والاعتراف بها على أنها الكنوز الحقيقية للأمازون.